إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة الأستاذ التعليمية وفي درس جديد من دروس سلسلة دروس شرح استعمال الباوربوينت. إذن مرحبا بكم في درس جديد. درسنا اليوم هو درس جديد غادي نتعرفوا من خلاله على كيفية إنشاء بعض المجسمات بالنسبة للناس يعني ديال الأساتذة ديال الابتدائي أو أساتذة أخرين اللي يبغوا مثلا يعني كيفية إنشاء مجسمات بحال هذه المجسمات اللي كنشوفوا، مكعب مثلا، متوازي المستطيلات مثلا، هرم، وكذلك مثلا أسطوانة. إذن كيفية إنشاء هذه المجسمات على الباوربوينت لتقديمها في الباوربوينت. إذن الموضوع ديالنا اليوم هو كيهم الناس اللي بغات تدير مجسمات على الباوربوينت. إذن نطلقوا على بركة الله، ناخذوا واحد سلايد جديدة باش نشوفوا فيها كيفاش كنرسموا هاد يعني كيفية إنشاء مجسمات على الباوربوينت. إذن كنخليو الصفحة خالية من لي زون دو تكست. إذن أولا غنبداو بكيفية إنشاء أو رسم مثلا مكعب. إذن كنمشيو للأنسيرسيون، كنمشيو إذا انتبهوا معنا مزيان، ركزوا مزيان باش ما تفوتكمش شي حاجة، لأن أي حاجة هنا غتقال فهي مهمة جدا. إذا كناخدو شكل يعني مربع أو مستطيل، إذا كنحاولوا نرسمو مربع. إذا باش نقادو يكون على شكل مربع باش ما يكونش مثلا شي ضلع أكبر من آخر، كنجي لهاد البلاصة نصغروه مثلا، نديرو فيه غير ربعة في الضلع، ربعة ديروا كذلك هنا أربعة في الضلع. انت كتختار لي يعني القياس اللي عجبك على حساب. اذا هنا عندي مربع القياسات ديالو 4 على هوتور و 4 سنتيمتر في اللارجور ديالو، هو مربع يعني الضلع ديالو 4 على 4. اذا منين كنرسم المربع كنمشي للكونتور، كندير سون كونتور، كندوز الافي، كناخذ هاد بيزو كندير هاد الشكل هو الاول، كندوز الافي وكندير 3D كندير هاد الشكل. منين كنرسمو هكا كنمشي لهاد، كنكليكي على هاد العلامة باش كتفتح عندي هاد البوابة، كنكليكي على هاد ليكون، كنمشي لفورما 3D. إذا في فورما 3D، إذا هادي الأولى غادي نردها لارجور ديال البيزو سوبيريور، غادي نردها صفر. كتلاحظوا الشكل شنو تغير فيه، كنردها صفر. ومن بعد كنبقى في لاهوتور، كنزيد في لاهوتور ديالو، كنزيد في لاهوتور ديالو، ثم كتلاحظوا كنزيد في لاهوتور ديالو حتى كنحصل على مكعب. اذا نحصل على مكعب، يعني خص يكونوا عندي هاد الاضلاع متقايسين. اذا هكا بطريقه سهله جدا كنحصل على مكعب. هنا الالوان يمكن اختيار، نعاود من الاول باش اللي ما فهمش الطريقه باش نختاروا لون اخر من الازرق. اذا كنرجع مره اخرى. اذا اولا قلنا شنو كنديروا، اول عمليه كنمسحوا هاد، نعاودوا من الاول. اذا انسيرسيون، كنانسيغي اون فوا، كنرسم هنا مربع، الا ما خرجش ليا مربع كنجي لهنا وكنقاد ليه الاضلاع ديال يعني الاضلاع ديالو، كنقاد الاضلاع خاصها تكون متقايسه 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. كنختار مثلا اللون الاصفر الا ما بغيتش الازرق مثلا، بغيت لون اخر انا كتختار الالوان اللي بغيتي، ازرق اصفر الى غير ذلك. من بعد منه كنجي لهنا كندير سون كونتور، كنجي لهنا كندير بيزو، كناخذ هذا الشكل بالضبط ماشي شي شكل اخر، كنجي لهنا 3D وكناخذ هذا
الشكل، كيعطيني الشكل بهذا الشكل. كنجي قبيله ما كانتش باينه هذه، باش اللي ما عرفش فين كتخرج ما كانتش باينه، فين كنفتح هذا النافذه كنجي لهذا السهم الصغير كنكليكي عليه باش كتفتح لي هذه النافذه على اليمين، كنكليكي على هذا الرمز وكنمشي لارجور كنردها صفر. ضروري خصك تردها صفر، وهنا لا هوتور كتزيد فيها على حسب داكشي اللي بغيتي كتشوفوا كتلاحظوا كنزيد فيها، يعني كنورك على على يعني على هادو كنبقى نزيد هكا هكا كنزيد، انا كنورك عليها بالزربه باش كتزيد، وكيبقى يتزاد عندنا في لا هوتور ديالو باش كنحصلوا نحصل على ماذا؟ على مكعب. اذا هنا صاوبنا مكعب. هنا هاد لي زوبسيون الاخرين حتى هما راه مهمين. هنا عندك لو كونتور الا بغيتي تبدل البروفوندور، الا بغيتي تبدل لي حتى هو اللون ديالو، هنا عندك يعني مجموعه منها، ولكن كاينه واحد القضيه اللي مهمه هنا بزاف. هنا ليكليغاج على حساب ليكليغاج اللي بغيتي كتشوف ليكليغاج، يعني على حساب ليكليغاج اللي بغيتي فيه الضوء ديال يعني ليكليغاج ديال الاوجه ديال هذا المكعب. ولكن المساله اللي مهمه عندنا هنا هي هاد روتاسيون 3 دي، كتورك على روتاسيون 3 دي وكتهبط للاسفل. هنا كتلاحظوا انني غادي ندور المكعب ديالي كيفاش كتلاحظوا. اذا كندور المكعب ديالي كيف ما بغيت على الشكل اللي بغيت. اذا كتلاحظوا تلاحظ ان المكعب كيدور يعني في الاتجاه اللي بغيت انا، واضحه العمليه. اذا ندوزوا لكيفيه متوازي المستطيلات. اذا نفس الشيء كندير انسيرسيون فور، كنمشي لهذا الشكل ونصاوب واحد مستطيل مثلا على هذا الشكل مستطيل. الا بغيتي تصاوب حتى مربع ماشي مشكل، ولكن من الافضل دير مستطيل. نعم نبدلوا ليه اللون ديالو نديروه بالاخضر. نفس العمليه عاوتاني كندير كونتور كنحيدها ضروري، كنمشي لهنا كندير بيزو دائما هادي بيزو روتاسيون 3 دي كندير هادي، وكنمشي عاوتاني لهنا كندير في هذه الاولى كندير فيها صفر، وهذه كنكبرها باش كيعطيني متوازي المستطيلات ديالي. كتلاحظوا انه كيكبر عندي متوازي المستطيلات، ها هو كتشوفوا. نعم اذا هنا نفس الشيء، عندي ليكليراج عندي الكونتور، الا بغيت نبدل في الالوان بدلوا لي في ليكليراج ديالو مثلا، نبدلوا ليه في اللون ديالو على حساب الرغبه ديالنا، شي اكليغاج مزيان. نعم شوفوا شي اكليغاج اللي هو واضح بحال هذا مزيان. اذا هذا عندنا الشكل الاخر، حتى هو نفس الشيء كنهبط لروتاسيون 3 دي وكان يعني نقلبه كيف بغيت نحركه كيف بغيت، يعني على حساب الوضعيه اللي بغيت انا. اذا كتلاحظوا كنغير على حساب الوضعيه اللي بغيت انا باش كيبان التلامذ مثلا متوازي المستطيلات. اذا كتلاحظوا هنا مكعب، رسم مكعب ورسم متوازي المستطيلات بطريقه سهله جدا. ندوزوا الان كيفيه انشاء ماذا؟ انشاء اسطوانه. كيفاش كنديروا يعني مجسم ديال الاسطوانه؟ نفس الامر عاوتاني. اذا باش يكون الشرح واضح اللي يعني ما كيعرفش يفتح هاد النافذه، نعاود نسدها مره اخرى باش نعاود نوريها فين، يعني نبين فين كتفتح. كنمشي مثلا كنمشي للانسيرسيون دائما، كنمشي للفورم كناخذ هاد السيركل هي هادي وكنرسم دائره، ولكن خصها تكون ضروري خصها تكون دائره. الا ما درتيهاش دائره ما غاديش تعطيك اسطوانه. كيفاش غادي نردها دائره وحنا ما عندناش يعني ما عندكش البركه؟ الطريقه سهله جدا، دائما نديروها هنا داخل مربع. اذا غندير هنا 4 مثلا، ونجي كذلك هنا وندير 4 داخل مربع، تكون داخل الدائره وسط مربع، دائره المحاطه بمربع هي دابا ولات دائره. منين درت المربع الذي يحيط بها درتها 4 سنتيمتر عطاتني دائره. نعم مزيان.
يعني الأمور إلى حد الآن فهي واضحة وواضحة جدا. ناخذ شي لون مثلا، ناخذ هذا اللون البرتقالي، غنجيو نفس العملية عاوتاني، غادي نديرو سون كونتور سون كونتور، ونجيو الإفي ونديرو كذلك هذا الشكل ثلاثة. نعم نسيت واحد الحاجة هنا، ونديز عاوتاني لتخوا دي وناخذ هذا الشكل. ديما هاد ثلاثة الأشكال كنستعمل فيهم هاد الأشكال بثلاثة. إذا منين كنوصل لهنا خصني نفتح ديك البوابة ديال اليمين اللي شرحناها في الأول، ولكن باش اللي ما شافهاش يعاود يشوفها مرة أخرى، كنمشي لهاد السهم وكنفتحها، كيفتح ليا هاد البوابة باش كنتحكم في هاد هنا راه عندنا مجموعة من الرومبليساج، راه هنا مجموعة من الأشياء يطول الشرح فيها. حنا كنشوفوا بالمختصر فقط، لأن كل وحدة هنا كتستعمل يعني عندها أهمية، لونكل إلى غير ذلك، لورينتاسيون تيب، هنا راه بزاف الأمور. لكن حنا اللي كيهمنا هو هاد ليكون ديال لفي، إيكون ديفي هي اللي كتهمنا. إذا غنمشيو كذلك لارجور، غنديرو فيها الصفر. علاش كنديرو فيها الصفر؟ ضروري من الصفر، لأن باش تطلع يعني باش تخرج أسطوانة عندها نفس داك لو ديامتر من الأسفل إلى الأعلى. إلا ما درتيش هنا صفر مثلا، درتي مثلا 20 كتلاحظوا أن كيفاش غادي تخرج لينا الأسطوانة. شفتوها كيفاش كتخرج؟ يعني ما كتخرجش أسطوانة، لاحظتوا مزيان، كتلاحظوا أن الدائرة اللي في الأسفل يعني في القاعدة أكبر من الدائرة اللي في القاعدة العليا، القاعدة السفلى والقاعدة العليا. هنا كنلاحظوها كبيرة وهنا صغيرة. حنا خصنا أسطوانة يكون عندها نفس لو ديامتر، يعني نفس القطر اللي في الأعلى هو نفس القطر اللي في الأسفل. نفس الشيء بالنسبة لهذا الشكل وهذا الشكل. إذا هاد لارجور ديما خصك دير فيها، غدير فيها صفر، ندير فيها صفر. لاحظتوا منين درتنا صفر كيفاش رجعت عندنا؟ رجعت عندنا نفس القطر الموجود في الأعلى هو نفسه القطر الموجود في الأسفل. وكنزيد على حساب أنا اللي بغيت، كنزيد من الأسفل، كنزيد على حساب يعني الارتفاع ديال الأسطوانة، على حساب أنا اللي بغيت، على حساب أنا اللي بغيت، ماشي مشكل. إذا بهذا الشكل، إذا هكا كنحصل على الأسطوانة ديالي. هنا مثلا يعني اليمينو الا بغيت نديرها ترونسبارون، كتلاحظوا على ترونسبارون كيفاش خرجات، يعني خاويه من الداخل. مثلا فينا هي، رجعوا هنا مثلا بغيتها بهذا اللون، نديروها ترونسبارون مثلا بهذا اللون، نخليوها ترونسبارون. هنا في الاسفل عندي نفس العمليه ديال الويل، يعني كتقدر تحكم في الأسطوانة كيف ما بغيتي، كدورها كيف ما بغيتي، كنلاحظو الأسطوانة كدور في الاتجاه اللي بغينا. إذا هذا كل ما يخص يعني الشكل ديال الأسطوانة. إذا أرجو تكون الأمور واضحة وواضحة جدا للجميع. إذا الآن نمروا إلى كيفية رسم هرم، كيفاش كنرسموا الهرم. إذا طريقة رسم الهرم، نعم كنمشيو دائما انسيرسيون، كنمشيو الانسيرسيون، وكنمشيو انسيغيت فورم، كنانسيغيو واحد المربع، انسيغي واحد المربع، ونقاد المربع ديالي، ردو هنا ونعم 4 سنتيمتر، كذلك هنا 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر هنا في الأسفل تحتانية. إذا نردو 4 سنتيمتر، نعم، وكنمشي الكونتور وكندير سون كونتور، نعم، وكنمشي البيزو وكندير هذا الشكل اللي هو أونجل، يعني كندير هذا الشكل الاونغل. كتلاحظوا قبيله في الاشكال الاخرى درنا هذا الشكل، هذا اللي هو السميه ديالو هي كتطلع هنا
انكلينيزون دوس. انكلينيزون دوس لا ماشي هذا اللي كنديرو حنا، كنديرو هذا اللي هو اونغل. نعم، وكنمشي لغوطاسيون 3 دي كندير هذا الشكل، وكنجيو لهاد النافذه ديالنا نفتحوها عاوتاني من هنا، وكنمشيو لليكون ديال لي في، وكنبدا نقادو عاوتاني من جديد من هنا. اذا كنزيد عندي في هذه اطوال شويه، نعم بهذا الشكل ها كتلاحظوا، وكنزيد عاوتاني في هذه، نعم زيد نطول واحد شويه، نطول واحد شويه الهرم، نعم كتلاحظوا، وكننقص في اللارجور كتلاحظوا، كنزيد في ننقص في اللارجور حتى كيتكون عندي الهرم، حتى كيتكون عندي الهرم. اذا كتلاحظوا هنا هذا هو الهرم ديالنا. اذا نعاود الطريقه ديال الهرم مره اخرى، نسيبريمي هذا باش الناس اللي ما فهمتش، نعاود مره اخرى. اذا انسيرسيون، كنمشي لفورم كندير مربع، مربع كنرسم المربع ديالي، نعم كنقادو كندير 4 سنتيمتر. اذا ضروري هنا غدير 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر، يعني ضروري ما خصش يكون واحد الطول من الاخر 4 سنتيمتر. كنمشي للكونتور كنحيد السون كونتور، كنمشي لافي بيزو كنختار هذا بالضبط هذا، لان الا ما درتيش هذا الشكل ما غاديش يعطيك هرم. كذلك كندير لي روتاسيون كنردو هكا، وكنمشي كنمشي يعني الافي في لا فورم دو لا فورم، وكنهبط لهاد لا هوتور هي الاولى، لا هوتور كنطول لا هوتور ديالو. ضروري خصك تبدا بلا هوتور، هاد النقطة مهمة، ضروري خصك تهبط بلا هوتور، كتكبر وبعدا هو الأول، يعني كتكبر الشكل هو الأول، تكبرو حتى كيكبر، عاد كتزيد في لارجور بهذا الشكل باش يعطيك الهرم. كتبقى تزيد في لارجور تزيد في لارجور حتى كي يولي عندك هرم بهذا الشكل. هنا كذلك نفس الشيء، غنبدلو ليه يعني ليكليراج ديالو، ليكليراج ديالو نديرو شي واحد واضح، نعم لا بزاف هذا ديرو كاع حنا، لا لا هذا ما خدمش معاه، يعني ما خدمش معاه لونكل، ما خدمش معاه. اذا ناخذ هذا مثلا، اذا مشى عندنا ما خدمش معاه هو لونكل، اذا هذا غادي نرجعو، اذا نرجعو نديرو ريكولي، ما خدمش معاه يعني ماكيت اللي هو ترونسبارون ما خدمش معاه. اذا غناخذو مثلا هذا بزاف، اذا ليكليراج ناخذ ليكليراج اللي هو باين، نعم ناخذ ليكليراج اخر اللي هو باين، نشوفوا هذا كذلك، نشوفوا هذا لا ليكليراج واضح، شوفوا هذا صافي نخليه هذا. اذا عندنا هذا هرم، اذا حتى هو نفس الشيء كيف ما وضحنا في الاشكال الاخرى، يمكن لينا اننا نديروا ليه الروتاسيون اللي بغينا، تقلبوا كيف ما بغيتي، كتشوف القاعده ديالو هي هذه. اذا كتلاحظوا هنا الهرم ديالنا فهو جاهز. اذا كتلاحظوا هنا انطلاقا من لي فورم، يمكن لنا ننجزوا او ننشئوا مجموعه من المجسمات، يمكن كذلك يعني تخرج المنشور، تصاوب المنشور القائم بنفس الطريقه، بهذا يعني بنفس الطريقه يمكن لنا يعني كدير انسيرسيون ديال المربع ونفس الطريقه، غير في هنا في لاو دي لانجور كتعامل معها باش يمكن لك تصاوب هاد المجسمات. اذا الى هنا كينتهي الدرس ديالنا اليوم، ويمكن كينتهي الدرس ديالنا اليوم، وكنتمنى انه يكون مفيد ومفيد جدا. وإلى عجبكم الدرس ما تنساوش ديروا اعجاب وديروا اشتراك باش يوصلكم دائما الجديد من قناة الأستاذ التعليمية. والى اللقاء في درس مقبل ان شاء الله.